بسم الله الحمد لله والله أكبر. أي شنية التجارة هذه؟ شنية ميزاتها؟ تؤمن بالله، شروط تكون مؤمن حقا لا جدال في إيمانك ورسوله، ما تلزمش تؤمن بالله وتترك رسوله وتترك عليه السلام، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وفي حديث بوشري وبألسنتكم، شاعر مؤمن خطيب مفعم ولو مجر، تجاهدون في سبيل الله ولا سياسي، ما سياسي الإسلام، تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، أي الاهتمام الذي ذكر الآن، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو أنتم عندكم نصيب من العلم يجب تكون على هذه الخصائص التي تزينون ولا تشوهون، لا عند الله ولا عند رسول الله عليه السلام، ولا عند أقوام تعلقوا شيئا ما بالإسلام. والسلام على أهل الإسلام.